سجلت وزارة التربية والتعليم 122 مخالفة لتعليمات امتحان الثانوية العامة التوجيهي منذ بدء جلسته، بواقع 93 مخالفة في الامتحان الأول و22 مخالفة في الامتحان الثاني. وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أكد أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والتي تضمنت حرمانهم من التقدم للامتحان للدورة الحالية والدورة القادمة، تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشتركين. وبعد تأدية امتحان اللغة العربية اليوم، رصدت رؤية آراء الطلبة في شمال المملكة لجنوبها، والتي تفاوتت بين السهل إلى متوسط، فيما عبر بعضهم عن استياء حيال الوقت المخصص للامتحان. الامتحان كان يعني كويس ومدته كويسة، والطالب اللي دارس يعني بتقن الامتحان 100% إن شاء الله. الامتحان مجملا كان من سهل لمتوسط، أغلب في أسئلة صعبة، بس على الدارس إن شاء الله يعني كان جوها بشكل سريع، بس كان بده وقت الامتحان، يعني بدنا وقت كافي، ما كان في وقت كافي على الامتحان. مستوى الامتحان كان تمام، واللي قاري الحمد لله جاوب، وفي يعني كم سؤال للقدرات عرفت شلون، وكل امتحان سهل ومتوسط وصعب. الامتحان كان من سهل لمتوسط، بس في يعني شويه تركات، والوقت يعني لو انه زادوه شويه بيكون افضل. في الضع دوائر كان كويس، اما في الانشاء كان بده شويه يعني شوي صعب. الوقت مناسب، الامتحان جيد جدا الحمد لله، دقيق جدا، يعني امتحان سهل ممتنع، اللي دارس بيقدر يجاوب على كل شيء. والامتحان الاسئله الانشائيه كثير صعبه، كثير صعبه الاسئله الانشائيه، اعطونا وقت بس غير كافي نهائيا.